مشاهدينا الأفاضل، في موضوع آخر، ولمواكبة العصرنة في مجال النقل بالسكك الحديدية، تم مؤخرا اعتماد أنظمة إشارة واتصال تضمن المتابعة الدقيقة للقطار عبر مساره. الأنظمة الحديثة ساهمت في تثبيتها الخبرة الجزائرية ضمن إنجازات الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. عبد العزيز عليم يفصل أكثر. ERTMS وGSMR أنظمة إشارة لاسلكية تضمن الأمان والسلامة على مستوى خطوط السكة الحديدية. الأنظمة تعمل بقاعدة معطيات مدمجة تحدد سرعة الأمان، تموقع القطار، وتنبئ بأي عطب أو خلل. عصرنة عالمية وللخبرة الجزائرية يد فيها. أنا شوازي لي ميم سيستم اي لي ديرنيير فيرسيون اللي راهم اون اوروب، راهم متواجدين هنا في الجزائر. سي لي ديرنيير فيرسيون اللي راهم هنايا. هي ربما سلامة الراكب، هي سلامة الراكب، هي مراقبة مراقبة السرعة للقطار، هي لوغمونتاسيون دلاسون دلا دونسيتي او نيفو دو لا لين، تفادي الحوادث تاع تاع القطار، منها اللي يكون قطار يجي اون فاس دون سكون ابل لو نيالي، تصادم القطارات، او واحد ان تران يلحق ان اوتر تران سكون ابل ان راتراباج، تو سا الي جيري باغ لو سيستيم هذا او تي ام اس. نقوم بمراقبه ومتابعه سير القطارات من محطه زيرالدا الى محطه تسالا المرجو. اي خلل، سواء كان خلل من ناحيه السرعه او خلل من ناحيه الوقوف الاضطراري أو أي خلل يصادف القطارات، نحن من هنا نراقبه. بالنسبة لهذه الأنظمة، هناك عدة شركات أجنبية التي تقوم بإنجاز في إطار المشاريع الجديدة، وهناك فرع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وهو استال ار ا، وهو فرع للشركة الوطنية للسكك الحديدية، هو يتم أيضا بتجهيز عدة خطوط مثل خط حاليا الذي سيستلم في آخر سنة إن شاء الله بحول الله، الذي يربط بين المسيلة وبوكزول على مسافة 300 وحتى تيسمسيلت على مسافة 300 كيلومتر. انطلاقا من علب إلكترونية مثبتة على مسار القطار، يمكن لمراكز المراقبة البعدية بالمحطات التحكم في القطار ومتابعته عبر هذه الأنظمة التي هي حيز الاستغلال بخمسة خطوط كبرى لسكة الحديدية لتعمم تدريجيا. هناك عدة خطوط هي قيد الاستغلال حاليا، من بينها سعيدة موليس ليسن، والخط الذي نحن متواجدون به ويربط بين زيرالدا ومحطة آغا، وخط الذي كنا قد استلمناه مؤخرا وهو قيد الاستغلال حاليا، يربط باب الزوار محطة آغا بمطار هواري بومدين، وهناك الخط اللي يربط بين ثنية وتيزي وزو وصولا إلى ودائسي. كل هذه الخطوط قمنا بتجهيزها بهذا النظام الذي يعتبر من أحدث الأنظمة المعتمدة أوروبيا حاليا. وبالنسبة للمشاريع التي هي قيد الإنجاز، خطوط جديدة التي تربط الهضاب العليا سواء أو الخط الشمالي على مستوى تلمسان وهران وعنابة، والخط المنجمي اللي يربط تبسة بعنابة وجبل العنق، كلها سيتم إنجازها خطوط عصريه مجهزه بهذه الانظمه الحديثه. وسي هذا لو سيستيم لو كان هو يمد السرعه المسموح بها للقطار، لو كان لو كوندكتور ما يريسبكتيش هذا السرعه، اوتوماتيكمون لو سيستيم اي فير ان سكون ابل ان فريناج دورجونس، وهذه لسلامه القطار والمسافرين. الإنجازات الكبرى في مجال السكك الحديدية وعصرنتها يدخل ضمن استراتيجية وكالة أسانريف، الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، بهدف تطوير وتحسين النقل بخطوط السكك بشبكتها المنتشرة عبر ربوع الوطن.